وقدم برلمانيون ومسؤولون وعسكريون وقادة في الحشد وشيوخ ووجهاء التعازي بوفاة الشيخ صباح مطشر الحسان القيادي في الحشد الشعبي، حيث عبروا عن مواساتهم وتعازيهم لعشيرة شمر بمصابهم داعين له بالرحمة والمغفرة. بدنا نعز نفسنا ونعزي كل اهلنا وشمار في محافظه صلاح الدين وعموم العراق الشمار. ونعزي محافظه صلاح الدين عشائر كل الموجوده الاخوه الموجودين، كان له رمز وكان له بصمه واضحه في كل المحافظات وفي كل بالاخص صلاح الدين، كل المناطق التي له بصمه بتحرير اراضي من الدنس الداعش، وهو كان رجل وقفاته مشرفه دائما وشجاعته وبطولتها. اعزي شمر عام ولسلم خاصه بوفاه الشيخ صباح مطشر حسان اللي هو والدي، وبنفس الوقت قائد قوات شمر. احنا ان شاء الله على دربه، نسير على دربه، اللي ما كملوا احنا نكمله ان شاء الله، وجهودنا وجهود الاسلم وكافه قوات الامنيه ان شاء الله، وان شاء الله الدربه ما كملوا احنا نكمله وباقين، ونحن تحت رايه العراق، تحت رايه الله اكبر، وما نطلع من الدرب احنا ان شاء الله. والشيخ والدي الله يرحمه قائد بنفس الوقت، شيخ وقائد، ومن 2003 هو يقاتل لليوم يقاتل، وحنا ان شاء الله نكمله. قال مهما صار مهما فعل، احنا ما يعزنا غير التكاتف، وما يلحمنا غير التكاتف، وما نصيد هيبه بعين العدو اذا ما انتكاته. وانا اوصي اخواني وعشيرتي، انا مطشر بن شيخ صباح، انا مطشر صباح مطشر ذياب الحسان، اوصيهم التكاتف ثم التكاتف. اليوم ما احنا ب 22، ما يفيدنا غير التكاتف، واذا ما انتكاتف ما حد ترى ما حد يفيدنا، ما حد يفيدنا غير بعض. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. في هذا المصاب العظيم، المصاب الجلل بوفاة الشيخ صباح مطشر ذياب الحسان، وهو في جيده كما نقول، في جيده على كل العراقيين وعلى شمر عام ولا أسلم خاصة، ولكن الحمد لله على كل حال الذي لا يحمد على مكروه سواه. شمر متماسكة ومطشر إن شاء الله خلفه وقاد قوات شمر، وما يتغير شيء إن شاء الله بإذن الله. وحي الله قناة صلاح الدين. نعزي أنفسنا بوفاة الشيخ صباح مطشر الحسان، ونعزي شمر عامة والأسلم خاصة بوفاة الشيخ قائد قوات شمر في صلاح الدين صباح مطشر الحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي العراق عامة بهذا الرجل الشجاع البطل صباح مطشر الحسان، ونعزي قبيلة شمر عامة وقبيلة الأسلم خاصة بهذا المصاب الجلل بوفاة الشيخ صباح مطشر الحسان، الذي هو أحد قادة العراق وأحد قادة هذه القبائل، الذي أدى الواجب بأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الشعب العراقي في المجاهد صباح مطشر الحسان آمر فوج الأسلم، فاجئة كبيرة علينا صراحة. وصباح مطشر ندعو من القوة الأمنية أن يدعمونا مع مطشر. مطشر يمشي منهج أبوه وكلنا حنا معاه. استريحوا يا مرحبا، استريحوا.